بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوثين رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لو جينا خدنا ادنج اند سبتراكت البولينوميالز سواء بقى في الاي اس تي أو في الاي سي تي أو في الاس اي تي أو في الديجيتال سات أو كل ده، يعني الماث بتبقى متشابهة. فالسؤال هو من الآخر هنا، في السؤال ده بيقول لي إيه؟ W equal to x بار 2 و y equal for x بار 2. بيقول لي the equations above define w and y in terms of x. يعني ايه in terms of x؟ يعني عايز يقول لي ان ال w مش equal to بس، لا ده 2 وفيها x 2x بار 2. يعني اجابتها مش 2 بس، لا 2x. ال y نفس القصه 4 ومعاه x. ادي معنى كلمه in terms of x. فانا وانا بحل ما يهمنيش الكلام ده كله، همر عليه مره سريعه كده عشان ما اضيعش وقت. اقراه بس اذا ربما يطلع فيه معلومه مفيده. انا يهمني القصه دي من اول وات از دي. وات از انت عايز مني ده في الاخر. طب ايه ان تيرمز اوف اكس؟ يعني معناها اجابتك هيطلع فيها اكس. طب ما انا عارف ان اجابتي هيطلع فيها اكس، ما اذا كان ده في اكس وده في اكس اكيد الاجابه هتطلع فيها اكس، تمام. فمن الاخر انا الكلام ده امر عليه سريعا عشان ما اضيعش وقت، امر عليه سريعا اذا ربما يكون في معلومه مفيده. ودي اللي تهمني، هي دي اللي تهمني. 3 دبليو ماينس واي دي، هو طبعا هيكون مديني اختيارات بقى، يعني هيكون مديني اختيارات اهو. هو كان مديني اختيارات في الامتحان، كان بيقول لي ايه يا ترى هي هتكون نمبر ايه؟ هتكون اكس بار 2 ولا بي هتكون 2 اكس بار 2 ولا سي هتكون 5 اكس بار 2 ولا دي هتكون 6 اكس بار 2. كان مدينا الاربع اختيارات دي. انا كل ما عليها ان انا هعمل ايه؟ هقوم جاي انت من الاخر عارف 3 دبليو ماينس 1. 3 دبليو ماينس 1 انا فاهم طالما ال 3 ملزوقه في الدبليو كده مفيش لا بلس ولا ماينس، يبقى كان في بينهم تايمز. لا كان في بينهم تايمز، يبقى ادي ال 3 معموله تايمز الواي اللي هي 2 اكس بار 2، معموله تايمز الدبليو اللي هي 2 اكس بار 2، وبعدين ماينس الواي. ناخد بالنا من حاجه، ماينس الواي، الواي ايه؟ 4 اكس بار 2 يعني ماينس 4 اكس بار 2. يعني انا عملت سبستيتيوشن او تعويض بس، شلت الدبليو حطيت بداله 2 اكس بار 2، شلت الواي حطيت بداله 4 اكس بار 2. لما باجي اشتغل في حاجه زي كده عشان احلها بعمل التايمز الاول وبعدين ماينس، يعني اعمل 3 تايمز 2 6 اكس بار 2 ماينس 4 اكس بار 2. طب 6 اكس بار 2 ماينس 4 اكس بار 2 هيديني كام؟ 6 ماينس 4 هيدينا 2 اكس بار 2. وفي ناس طبعا ممكن يعمل الكلام ده كله يوفر خطوات في دماغه، يعني هو فاهم ان دي هتعمل تايم 3، يعني ممكن واحد يقوم عاملها، مش لازم واحد يعمل ستيبس، مش لازم، مش مطالب مني الستيبس، ممكن يقوم عاملها على طول. يقول لك ايه هو عمل ايه بالظبط؟ هو مسك الدبليو عملها تايم 3 يقوم على جنب كده، يا اما عامل دي تايم 3 تبقى 6 اكس بار 2، وبعدين قام عامل منها ماينس الواي، ماينس الواي اللي هي 4 اكس بار 2، قام ماينس منها 4 اكس بار 2، خلاص بقى تديله 2 اكس بار 2. يبقى هي دي الاجابه على طول بقى، يعني مش لازم اقعد اعمل ستيبس. انا بقول الستيبس دي عشان نفهم طريقه حلها ايه، يعني هي اصلا بتتحل ازاي، او للتوضيح او للشرح. لكن انا لو عرفت اعملها اسرع من كده يا ريت، يعني كل اللي انا مسرع في حل المساله في الاي اس تي او في الاكت او في السات لازم اكون سريع. فلو اعرف اعمل خطوات في دماغي ماشي. انا فهمت من القصه دي ان انت بتعمل الدبليو دي تعملها تايم 3، طب ما هتديني 6 اكس بار 2، ده انا ممكن اعملها شفوي كمان. انت بتقول لي ايه من المعلومه دي؟ ان الدبليو اعملها لي تايم 3، يعني اضرب لي الدبليو في 3، دي لو اتعملت تايم 3 هتديني 6 اكس بار 2 بالاخر. وبعد كده اقوم ماينس واي، يعني ماينس لي منها دي، شيل لي منها دي، دي طلعت 6 ماينس 4 يبقى 2. شافه هو من غير ما اكتب ولا كلمه. يعني لو عرفت اعملها شافه في دماغي كل ما انجز وقت في الامتحان افضل. ليه؟ لان في مسائل تانية محتاجه تفكير ووقت اطول، يبقى انا لما اوفر وقت من المساله دي هينفعني في المساله اللي هي الاطول. يعني الوقت اللي بوفره من المساله دي هينفعني في المساله، يعني مثلا وفرت انا المساله دي او ربع، انا وفرت من دي نص دقيقه. يبقى انا المساله اللي بقى المساله الصعبه بقى او الطويله بدل ما دي او ربع بقى مع دي او ربع مع النص اللي انا موفره من المساله دي، يبقى انا كده ايه بقى عندي دقيقتين في المساله الطويله، اقدر ايه اخد وقت في التفكير، يوم الامتحان يبقى ايه متناسق معايا. يعني المسائل اللي إيه؟ لا اقدر اجيبها بمخ على طول، مفيش مانع ان انا اجيبها على طول ايه شافه، ومش لازم اعمل لها خطوات. انا مش مطالب بالخطوات، انا مطالب بالحل النهائي. ارجو ان شاء الله انك تكون استفدت منها.